السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زيادادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف إلي الكبير ألتقي بكم، واليوم إحنا عندنا عنوان: كم هي الفترة لتعلم آلة العود وحتى الغناء حتى تتطور؟ قبل ما أبدي، عندنا دورات الموسيقية اللي هي أونلاين مباشرة عبر الانترنت، اللي هي 8 محاضرات، اللي يحب يشترك أو حضوري موجودة في بغداد حاليا حاضر، يقدر أيضا يتصل بي عن طريق الواتساب الموجود أسفل هذا الفيديو، وهي 8 محاضرات تقدر تتعلم بها كل تقنيات تعلم العود والغناء، واحدة من الدورات. إخوان الأعزاء، أكو قضية جدا مهمة لازم تعرفها أنت وتخليها في بالك. القضية شنو أو ما هي القضية؟ أنه أنت عندك فترة تعلم العود هي فترة جدا مهمة، وهي فترته تتراوح من شهر تبدي إلى أن تطور نفسك 6 أشهر حسب تمرينك. إذا يوميا 6 أشهر، إذا يوميا تتمرن 3 ساعات 4 ساعات 3 ساعات، روح ساعتين، طول 3 أشهر 6 أشهر، يعني من شهر إلى 6 أشهر أنت تعزف تبدي، لكن موضوع الاحتراف يطول عندك سنة سنة ونص، لأن يحتاجك أكو تمريات وتقنيات، وتعرف أنت أكو وضعيات في العود، وضعية الأولى، وضعية النصف الأولى، وضعية الثانية، وضعية الرابعة، أوكي الثالثة، أكو بالحركات، يعني مرات الدو تأخذ بالثالث، الوضعية الأخرى تأخذ الدو تأخذ بالثاني، تتقدم مصابعك، وأكو كثير من هذه الأمور اللي هي مهمة جدا. لذلك لازم تخلي في بالك أنت أول شهر حسب الأستاذ وحسب المدرس وحسب التدريس، أول شهر بدايات حركة الأصابع وحركة الريشة، حتى شنو أول شهر يخليك تبدي تعزف عجب. لا والله حبيت تطور نفسك تنتقل إلى مقامات أخرى، بعدين أنت تريد وين تريد تروح؟ تذهب إلى قضية جدا مهمة، وهي قضية التعلم بصورة أساسية ومهمة، هي انتقالك إلى أنه كيف تقسم، كيف تعزف الأغنية كوبي بيست، يعني مباشرة تبدي. هاي جدا مهمة، هاي إلها كلها مراحلها وتدريسها، ضرورية جدا أنه تتم بطريقة التمرين، وما يكون عندك ملل وصعوبة، ماكو شيء صعب ولاكو شيء مستحيل، لكن أكو تمرين وأكو طريقة صحيحة، مثل ما أنت خلصت دراستك ومثل ما أنت وصلت في كثير من الأمور تحدث معك، يعني انت الشخص المعني اللي تتعلم، ماكو شيء ما اجاك فشي هين وبسهوله، انت لازم من تروح هسه بشغله تذهب الى السوق تذهب كذا، لازم الشمس وحاره الدنيا وصيف، واضح؟ فلذلك لازم تحب الاله هذه، الاله التاريخيه المهمه جدا، اللي هي تستطيع من خلاله تعزف سولو، من خلاله تقدر اي لحن عندك موجود تترجم على هذه الآلة، ممكن تعزف في جلسة مع اصدقائك، ممكن تعزف مع فرقة، يعني اكو بعض الآلات تكون مقتصرة او مختصرة في بعض المجالات، لكن في هذا الموضوع، هذا آلة العود لا، مختلفة بهذه القضية. طيب، هذا احنا عندنا موضوعنا. انا حبيت اعطيكم توصيات، حتى كثير من الناس يخبروني يقولوا لي كم هي المدة اللي تعلم العود، وهذه نصائح مهمة لك جدا. اللي عنده نية ويريد يحب يبدي بالتعلم، يخلي قدامه برنامج 2 3 أشهر، انه كل شهر يجدد نفسه، شاف نفسه انه اوكي تطور خلاص، او من بداية من اول شهر انتقل، حلو ممتاز، بس هاي كلها تعتمد على انه انت تتمرن. تحياتي لكم، وتسوى اللايك والاشتراك ورقم الواتساب أسفل للاستفسار بخصوص الدورات الموسيقية. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.